يا بناكل ده كنت هتطفحين اللقمه بعين شايفانا يعني شاركنا في ايه هتلبسينا مصيبه عيل مخلول وبنت فجره لا ده انت متخلف بقى صفيه امسكي اعصابك شويه انا اللي امسك اعصابي امال اخوك ايه من غير اخوك ايه اخويا بيخرف وكلنا عارفين انه بيخرف يا حفص ايه الزفت اللي بيطلع من بقك ده؟ سلمى الله يرحمها كانت بنت بريئه واخلاقها عاليه وبعدين افرض يا اخي انها كانت كده ما يصحش تتكلم على بنت بلدك بالطريقه دي انت كده بتقصف محصنات يا شيخ حافظ لا يا جلال يا اخويا بس ده مش محصنات ما تسكت بقى حافظ فرهطنا معاها طب انا هستأذن انا يا جماعه لا 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 جمال رايح فين؟ رايح فين انت خلاص بقيت من العيله مفيش في وسطينا حد غريب سمعه تل شبوره بقت على كل لسان في مركزني والمراكز اللي حواليني بقى زي لما يشتري يتفرج مش فاهم يعني ده الغم ده احتاج المخدرات هو واهله كلهم عاملين زي العصابات بتاعت بلاد بره والدهيشه كلهم رجليهم مجدره في الحرام لسبع ارض تاجر مخدرات فعلا الكلام ده حقيقي انت كنت عارف الكلام ده يا جمال هي يعني سمعة طالعة العيلة بقالها سنين بس يعني مفيش حاجة متأكدين منها وبعدين دي عيلة كبيرة وعندهم أطيان وأراضي واستبلات ومزارع وبعدين لو هو تاجر مخدرات كان البوليس سابه ولا الداخلية طنشت عليه لعلمك يا دكتورة صفية تل شبورة دي أقل قرية في الناحية كلها فيها عيال بتضرب ولا فيها دواليب بتبيع مخدرات لو أنت فاكرة يا صفية إن درغام دهيشة دي تاجر مخدرات كنا نسيبناه ولا اتجوزت كابر بنته يبقى جد صفية وأخوالها تجار مخدرات دي كلام يعقل يا ست الدكتورة بتاعت علم النفس مش عارفة ومش مصدقاكوا واضح إن دم سلمى هيطرطش على تل شبورة كلها أنت مسؤول يا جلال توقف الطاحونة لو فضلت دايرة هتطير رقاب وقف الطاحونة يا جلال البس يا سيادة المستشار سبعة مليون مشاهدة على ذبحتك يا سلمى احنا بقينا بنتذبح يا اختي والناس بتتفرج بقينا بنتفضح والناس بتتسلى يا كفاية بقى مصايبنا بقت على كل لسان بسبب المخروب ده الناس ما بقاش عندها اي انسانيه لا حول ولا قوه الا بالله خلاص على الدنيا السلام لطفك بينا يا رب لطفك بينا يا رب يا عطاري وتلاوى ميل وبقى على الارض كان امبارح وسطنا والليله تحت الارض خلاص على الدنيا السلام لطفك بينا يا رب لطفك بينا يا رب خدت معانا انا وسابت لي وجع عينان يا سلوى إيه اللي أخرك؟ المكان ده محفور في دماغي من زمن يا جلال ولا أنت نسيت؟ أنا ما بنساش حاجة المهم تكون أنت فاكر أنا كنت حابلك في دوار العمدة أنت اللي صممت نتقابل هنا أنا طلبت إن إحنا نتقابل هنا عشان أنا عارف الكلام اللي أنت عايز تقوله
واللي انت عايز تقوله ما ينفعش يتقال غير في حتة ضلمة وعتمة زي اللي احنا فيها. انا كنت فاكر الدكتورة لما هتدخل البيت هنا هتنوره وتلمعه وتجيب المستخبي فوق ويبان. لكن انت طلعت واعي. واعي يا جلال. ممنوع لك تراب او التصوير. احنا هنقعد نلف وندور حوالين الكلام كده كتير ولا هنخش في الموضوع على طول؟ هندخل في الموضوع. انا جاي لاجئ بستغيث بالمحامي الكبير. محامي لا يا ريت محامي وبس. بالمحامي والصديق والحليف والشريك. وانت مش واخد بالك يا درغام ان ابنك قتل البنت جهارا نهارا قدام كل الناس؟ مش واخد بالك انه اتمسك متلبس؟ مش واخد بالك انه اعترف قدام البوليس والنيابة؟ وبعدين انا صديق وحليف ماشي، لكن شريك؟ انا ماليش علاقة بفلوسك القذرة دي يا درغام. مفيش قرش يجمع بيني وبينك. بس في ملايين تجمع بيني وبينك. إذا ما كنتش شريك بالفعل فأنت شريك بالطرمخة والصمت. حتى الشريك في موقف زي ده هيطبطب عليك، هياخد بخاطرك، لكن صدقني مش هيعمل لك حاجة. بس المحامي يعمل كتير، خصوصا لو زيك خبير. أنا خبير ماشي، لكن مش حاوي. وانا حلاقي فين حاوي اجدع منك يا سياده المستشار عشان تخرج ابني من الورطه اللي اتحط فيه واللي حطوها فيه ولاد الحرام. وانت مصدق اللي انت بتقوله ده يا درغام؟ لو ابنك هتصدق زي ما انا مصدق. هو انت عارف ولادك اصلا يا درغام؟ في يوم ليه؟ عارف كابر ولاد دي كمان عارفه. ولاد الحرام هم اللي غرقوه. هي الحلول كتير والمحامين أكتر، لكن أنا أتصدر في موضوع زي ده مستحيل. يعني إيه؟ تخلى عن ابني يا جلال؟ لا. أنت مش عارفني ولا إيه؟ ده أنا أجيب عليها وأطيعها وأخلي المستخبي يبان. ده سؤال ولا تهديد؟ تهديد. تهديد يا جلال يا فارس. وديني لكش في المستور وكل حاجة حتبان، وعلى عينك يا تاجر، واللي تحت هيطلع فوق. ده تهديد وقح كمان. ما حاولتش حتى تبذل مجهود وانت عارف كويس انك جاي تستغيث بجلال الفارس عشان ينقذ ابنك. انا عايز جلال الفارس ينقذ نفسه. استنى ردك يا حاوي. قصدي يا فارس.